الآن يقال بأنه طيب خلي أسألك عن نسب الخزين المائي. اليوم يتساءل البعض لو حال أنه لم تتم المفاوضات على خير مع الجانب الإيراني وأيضا التركي وكان هناك اختلافات، هل الخزين المائي كافي لسد الحاجة للمواطن فيما يخص الحصة الزراعية، أيضا حاجة الشرب للمواطن، مياه الشرب أو بقية الأمور الحاجة الفعلية للمواطن من المياه؟ نعم. هل هي كافية؟ هل سنتجاوز مرحلة الجفاف أم نحن في موسم الجفاف فعليا؟ نعم. حقيقة ما متوفر من خزين مائي في سدودنا وخزاناتنا يؤمن كل المتطلبات والاحتياجات والاستهلاكات المائية للموسم الصيف الحالي، سواء احتياجات الخطة الزراعية الصيفية أو تأمين مياه الشرب وكل الاستخدامات الأخرى، وكذلك يؤمن الري الأولى من الموسم الشتوي القادم. جيد. استثناء عندنا محافظة ديالة، تقريبا هي أكثر المحافظات تضررا من الشحة المائية. وهذا أيضا بالتأكيد لم يكن غائبا عن إجراءات وزارة الموارد المائية. لذلك وزارة الموارد المائية استحصلت موافقات من مجلس الوزراء وتم تخصيص مبالغ إضافية من خلال هذه الإجراءات والمبالغ اللي استحصلتها الوزارة، تم إنشاء محطة ضخ لتعزيز المياه الخام لمحطات إسالة معقوبة والمناطق المحيطة بها. حتى لا هناك مشاكل متفاقمة. نعم. يعني تخدم حوالي 450 ألف نسمة. نعم. إضافة إلى مجموعة من عشرات الآبار اللي تم حفرها في المناطق اللي تتوفر بها مياه جوفية. نعم. وصعوبة وصول المياه السطحية. نعم. لذلك عملية حفر هذه الآبار هي لتأمين المياه لمحطات مياه الشرب، يعني نعم، تحديدا اللي هو العامل الحرج، لأن يعني حاليا في محافظة ديالة لا توجد خطة صيفية للزراعة، المياه مؤمنة للشرب وللبساتين، فأكثر المحافظات حقيقة تضررا من الشحة المائية بالتأكيد هي محافظة ديالة، ولكن الإجراءات حقيقة كانت مكثفة خلال الفترة الماضية في هذه المحافظة لتخفيف وطأة الشحة المائية الموجودة.